الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا عليم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وافتح علينا بمعرفة العلم، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك الكريم وابتغاء مرضاتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى كل خير، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: مبحث صفة الوحدانية. وذكر صفة وحدة الذات، وحدانيته سبحانه وتعالى في ذاته. قلنا أنها ليست مركبة من أجزاء، وليس في الوجود ذات مثلها. والآن انتقلنا إلى الحديث عن الوحدانية في صفاته تعالى، وقلنا أن معنى الوحدانية في صفاته سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى ليس له صفتان من جنس واحد متفاوتتان، فخلقه للذرة كخلقه للمجرة كما يقال، احفظ هذه العبارة، خلقه للمجرة كخلقه للذرة. نعم، هذا معنى كون الله سبحانه وتعالى ليست له صفة، يعني معنى الوحدانية في الصفات. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. يعني الآن ضربت المثل أو المثال بصفة القدرة، وكذا صفة العلم، فلا يخفى عليه الدقيق ولا البسيط. المعلومة البسيطة، المعلومة الضرورية يدركها كل الناس، ككون السماء فوقنا والأرض تحتنا. أما المعلومة الدقيقة فلا يعلمها إلا العالمون، إلا العلماء. نعم، أمور الطب مثلا لا يعلمها إلا العلماء. فهناك تفاوت في علم الناس. الله سبحانه وتعالى علمه يعلم به الكبير والصغير والدقيق والبسيط، وكذلك الأمر جميع الأمور، جميع الأمور. وفي هذا رد على أقوال الفلاسفة. فالفلاسفة يقولون كما ذكرنا البيتين الشهيرين للإمام الغزالي: بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حقا مثبتة: علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد بعد أن كانت ميتة. الفلاسفة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى، أو يزعمون بأن الله سبحانه وتعالى يعلم الكلية من الأشياء، يعني يعلم الأمور العامة من الأشياء، ولا يعلم الجزئي، أي لا يعلم دقائق الأمور. لاحظتم الآن بدأنا نرد على أفكار هؤلاء الفلاسفة والمخالفين لأهل السنة أو المخالفين للموحدين. فالموحد الإنسان الذي يؤمن بالله، يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى عالم بالجزئيات كما أنه عالم بالكليات، عالم بالأمور العامة كما أنه عالم بالأمور الخاصة. هذا معنى التفاوت مثلا في صفة العلم. إذن هذه أمثلة حتى نفهم معنى التفاوت في الصفات. لله سبحانه وتعالى صفاته غير متفاوتة من جنس واحد، ليس له علم يعلم به الأمور الدقيقة، وعلم يعلم به الأمور البسيطة مثلا. أي أنه ليس له صفتان فأكثر من جنس واحد، كقدرتين فأكثر، وهكذا. هذا كلام عام بطبيعة الحال، والأمثلة توضح معنى هذا الكلام. وضحناه بمعنى القدرة، وضحناه
في بصفة كذلك العلم، وذكرنا قول الفلاسفة. إذن هم يؤمنون بالتفاوت، أن الله سبحانه وتعالى يعلم بعض الأمور ولا يعلم بعض الأمور. قال: وليس لغيره صفة تشبه صفة من صفاته. إذن تمام توحيد الله سبحانه وتعالى أن تعلم أن ذاته ليست كبقية الذوات، وأن ذاته غير مركبة من أجزاء، وصفاته أو صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات أحد من المخلوقات، وكذا صفاته سبحانه وتعالى لا تتفاوت من جنس واحد، وذكرنا معنى ذلك. إذن قدرة الله لا تشبهها قدرة، وإرادة الله ومشيئة الله لا تشبهها مشيئة، وعلم الله لا يشبهه علم. هذا معنى كون صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات أو صفات غيره. قال: ومعنى الوحدانية في أفعاله تعالى أنه ليس لغيره تأثير في شيء من الممكنات، ليس لغير الله تأثير في شيء من الممكنات، يريد بها ما سوى الله، كل ما سوى الله وصفاته هم من الممكنات. ذكرنا ذلك بالتفصيل. قال: ذواتا كانت أو صفات أو أفعالا، ذواتا أو صفات أو أفعالا، لا يؤثر في هذه الأشياء إلا الله. وذكرنا مثال النار ومثال السكين منذ قليل. قال: لا بالمشاركة ولا بالاستقلال، يعني ليس هناك من يشارك الله سبحانه وتعالى في فعل من الأفعال، وليس هناك من يستقل بخلق أو بصنع أو بإحراق أو بذبح، من باب أولى. لا بالمشاركة ولا بالاستقلال، وهذا من تمام غناه المطلق عز وجل. قال: بل هو سبحانه المنفرد بالتأثير، أي بإيجادها وإعدامها. الله سبحانه وتعالى المنفرد بالتأثير. إذن ألخص يعني بسرعة: وحدانية الله سبحانه وتعالى في ذاته، أن ذاته سبحانه وتعالى ليست كبقية الذوات، وأنها غير مركبة من الأجزاء، ووحدانيته في صفاته، أنه سبحانه أن صفاته سبحانه أو أن صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه الصفات، لا تشبه صفات غيره، وأنها غير متفاوتة من جنس واحد. ومعنى كون أفعاله سبحانه وتعالى، معنى وحدانيته في أفعاله، أي أن أفعاله لا تشبه أفعال غيره، وأنه سبحانه وتعالى المتفرد أو المنفرد بالتأثير، فلا يشاركه أحد في أفعاله، ولا يستقل عنه أحد في التأثير. قال: والدليل على وجوب الوحدانية له تعالى أنه لو لم يكن واحدا للزم أن لا يوجد شيء من المخلوقات للزوم عجزه حينئذ. نعم، لو لم يكن واحد عفوا، لو لم يكن واحدا للزم أن لا يوجد شيء من المخلوقات للزوم عجزه حينئذ، لكن عدم وجود شيء من المخلوقات باطل لوجودها بالمشاهدة، فما أدى إليه وهو التعدد، أي عدم وحدانيته أو عدم وحدانية الله، باطل. وإذا بطل التعدد وجبت الوحدانية له عز وجل. إذن هو ساق الدليل بعجالة ولم يفصل فيه، وإلا فهناك يعني الأدلة بالتفصيل في الكتب المطولة، يعني يبسطها العلماء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا كان معه إله واحد، فإما أن يتفق وإما أن يختلف، واختلافهم يعني يفني العالم، ولكن هذا العالم موجود، إذن هذا الافتراض غير مقبول، وإما أن يتفق فيكون واحد أحدهما هو الخالق والآخر ليس بخالق، فالخالق هو
يعني الإله والآخر ليس بإله. إذن هذه الفرضية يعني افتراض التعدد هو باطل. يعني هذا ذكر دليل الوحدانية بعجالة، وفي المطولات إن شاء الله سنتناول هذه الأدلة بالبسط. إذن هكذا كنا قد أنهينا الكلام عن الصفة الذاتية أو الصفة النفسية، وهي صفة الوجود، والصفات السلبية وهي خمسة، وذكرنا أنها القدم والبقاء والقيام بالنفس، القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانية والمخالفة للحوادث. إذن وهكذا نكون قد أنهينا هذه الست صفات، ثم ننتقل في المبحث القادم إن شاء الله إلى الحديث عن الصفات أو صفات المعاني. نكتفي بهذا القدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.